طيب تعالي نروح لموضوع اخر بقى، واستقبال موسم الشتاء. دينا شرف قالت لنا خلاص الجو خريفي وبدأ دخول فصل الشتاء يعني تدريجيا علينا يعني، فقولنا الشتاء هيبقى عامل ازاي مع وجود المتغيرات المناخيه اللي موجوده حاليا يعني. الوقت اللي بنستعد فيه لاستقبال موسم الشتاء زي ما انت عارف بيتم دلوقتي العمل على تجهيز كل مشروعات الحماية من أخطار السيول، وكمان تطهير أماكن المخرات للسيطرة على حركة المية وتوفير الحماية اللازمة للناس عشان ما يحصلش أي حوادث مؤسفة. صحيح، يمكن كمان وزارة الموارد المائية والري شغالة دلوقتي على تطوير وتنفيذ حوالي 1600 مشروع للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمختلف الأماكن. تعالوا نتعرف على أهم هذه المشروعات من خلال هذا التقرير. تزامناً مع دخول موسم الشتاء تنفذ وزارة الموارد المائية والري حوالي 1600 منشأ للحماية من أخطار السيول وتوفير عوامل الأمان اللازمة للمواطنين والمنشآت. تستهدف خطة بناء المنشآت والسدود العمل على حصاد مياه الأمطار وتجميعها لاستخدامها في مناطق التجمعات البدوية في الشرب والرعي وغيرها من الأغراض الخاصة بالأهالي في تلك المناطق. وبجانب تلك الأعمال الإنشائية يتم تشكيل غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، والذي يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها ب 72 ساعة. كما يتم العمل على تنفيذ خطة لتطهير مخرات السيول القائمة بالفعل لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق ودون حدوث أي أضرار من كثافة المياه.